اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقتنا. النهارده هنشوف مهارات جديده، هنعمل مع بعض النهارده اكلات لطيفه جدا لرمضان، ولكن لكل البنوتات والسيدات اللي مش بيحبوا يتعاملوا مع هذه الاكلات او عمرهم ما عملوها، انا هسهل الموضوع بتبس بسيطه جدا جدا، وهنشوف مع بعض ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. وخلينا نقول انطلقت صفاره الحكم وابتدى الشوط الاول، يلا بينا. هبدا اول حاجه هنعمل طريقه البط. البط محبب عند كتير من الشعب المصري، ولكن طريقة البط بتختلف من بيت لبيت. النهاردة أنا هعمل طريقة البط بأبسط الطرق، هي بس في التسوية، وهندي تتبيلة جميلة، لكن طبعا كل المحافظات والأرياف وأهالينا بيعملوا البط على أصوله، أكيد إحنا متوافقين على كده. طيب خلينا النهاردة نبدأ بوصفة ونقول مقاديرنا ونحكي مع بعض عنها. عندي بط هنعمله في الكيس الحراري، بطة متوسطة، عندي أكياس حرارية، محلول النقع. مهم قوي محلول النقع ده، عباره عن ايه؟ عباره عن ميه وخل وسكر وقشر ليمون، ممكن مكانه قشر برتقال اللي حابب. عندي ليمون اداليا شرايح، ورق لورا، حبهان، وملح وفلفل، ويفضل لو كان فلفل حب. طيب التتبيله نفسها اللي هنتبل بيها البطه ايه هي؟ هي خمس فصوص من الثوم، زيت زيتون، عصير ليمون، ممكن نحط مكان الثوم ده ثوم باودر. عندي معلقتين كبار من الخل، النهارده هستخدم خل مليان. عندي معلقه كبيره من صلصه الطماطم، دبس رمان، معلقه كبيره من العسل الابيض، بصل باودر وتوم باودر، جوز الطيب وزعتر وزنجبيل، وطبعا السبع بهارات بتاعتنا، وطبعا ملح وفلفل. هستخدم ايه وهحشي ايه جوه البطه، او ممكن اسوي ايه جوه البطه؟ هعمل حاجه اسمها بوكي جارني. بوكي جارني مش كل الحاجات دي موجوده فيه الحقيقه، لكن انا هقول ان انا عندي جزر وبصل وكرفس، وهاخد معاها البيبي بوتيتو الصغيره، البطاطس الصغيره. عندي فلفل الوان لو حابه، ورق لورا وحبهان ومستكه. خلينا يعني نبدا كده نقول بسم الله، وايه ونحكي عن اول خطوه وهي محلول النقع. محلول النقع ده كتير جدا بنستعمله للدجاج وللبط، خصوصا في الزفاره، في ناس كتير بتعاني من الموضوع ده جدا. اولا احنا بنغسل البط كويس جدا، وبعدين ملح، دقيق، في ناس بتغسله بالليمون، ده مهم. لكن في انواع بط غير البط البلدي وغير البط المسكوفي، بيبقى حجمه اكبر. في بط بيبقى برده مزارع ولطيف جدا، ولكن حجمه قد الفرخه الكبيره، يعني ما بتعداش 2 كيلو. انا جايبه منه النهارده انه بيبقى سريع ولطيف وسريع التسويه. محلول النقع بيعمل ايه؟ اولا بنتخلص من الزفاره تماما. حطيت معاه زي ما حضراتكم شايفين شرايح الليمون، حطيت معاه الورق اللورا، حطيت معاه الفلفل الحب، الخل، حطيت نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الخل مليان. كل ده حطيته ودوبته كويس قوي، وبعدين نقعت فيه البطه بعد ما غسلتها تماما. سبتها ليله من بالليل للصبح علشان تبدا الزفاره تروح، هتخلص من الميه دي تماما، وهنشف البطه بتاعتي، وهبدا انا خلاص كده مطمئنه. كمان في حاجه بيساعد على انسجه اللحم بتاعت البطه تطرى وتبقى مش جامده وناشفه، فبيتخلخل فيها يخلي انسجتها طريه، ففي التسويه بتبقى رائعه، يعني الجلد او اللحم بتاعها اللحم بيبقى طري، ودي ميزه من المميزات بتاعتها. تعالوا بقى نبدا دلوقتي نعمل مع بعض كده ايه. هجهز هنا الاول الاكياس الحراريه، خلينا نتفق ان في منها احجام، هي سريعه لان هي بتسوي بشكل قوي، لان احنا بنقمر الكيس الحراري ده، فبيبقى التسويه بشكل قوي. الفكره انه لو في حد ما بيفهمش في تسويه البطه خالص هيقدر يسويها في الكيس الحراري. فراخ ما بيفهمش في تسويتها خالص اول مره نعملها، احنا هنحطها في الكيس الحراري. ليه تكنيك هنحكي عليه، ليه احجام لازم نتاكد منها واحنا بنشتريها. كل كيس من ظهره هتلاقوا مكتوب عليه طريقه استخدامه، في اكياس لازم تتخرم، في اكياس بيتحط جواها قليل من الدقيق ونفضل نعمله كده، ودي غالبا اكياس الديوك الرومي الكبيره، علشان نعرف ازاي نتعامل مع الكيس. وكل كيس بيبقى معاه حاجه زي دي بنربط بيها الكيس خاصه بالحراره، عشان ما ينفعش نربطه باي حاجه. تعالوا بقى نبدا نشيل البطه دي، وهاخد كده مناديل هنا قبل ما احطها بقى في الكيس الحراري. هنقلها الاول، بسم الله، هاخد البطه بتاعتي كده كده، وهبدا انشف كده كويس. عايزه اقول لكم ده مهم جدا، احنا هنعملها بقى مجموعه توابل كده بسيطه جافه حلوه جدا هنتبلها بيها. اهو نقدر بقى نقفل دول بالتوسبيكس كده، او نخليها لورا، انا هخليها لورا مفيش مشكله خالص كده، وهنا
وهنبدا نحشي ده خضار ونظبط الدنيا. خليني بس اغير الجلافز وهبدا احط المقادير بتاعه التوابل الجافه. انا شايفه التوابل الجافه دي جميله واسرع. حضراتكم حابين تعملوا توابل تكون زي البصل والثوم فريش وتضربوها في الكبه وتبقى تمام زي ما تحبوا. المهم اللي يريحكم دي في الاخر حاجه ترجع لحضراتكم، لكن انا بتكلم على السرعه في التسويه عشان الوقت وعشان نبقى ضامنين انها استوت بجد بشكل مظبوط. طيب اول حاجه هاخد بوله كده، طبعا انا هاخد التوابل بتاعتي كلها اللي موجوده جافه، بسم الله، والزعتر والبهارات، كل الحاجات الحلوه اللي احنا اتفقنا عليها. هنعملها كده بصل باودر وتوم باودر بدل ما احط وعندي جوزة الطيب كمان هاخد رشه كده. خليني بقى ايه، طبعا هسيب دول الاول في جنب احطهم هنا جوه البطايق. هاخد كده معلقه هنقلب التوابل دي مع رشه ملح، بسم الله، ورشه فلفل. طيب اهو كده التوابل دي هنتبل بيها البطه بتاعتنا، وهاخد كده شويه من خل مليان. خليني ايه افتحها، انتوا ناقلينه؟ طب خلاص خليه هنا وانا اخد من اللي انتوا ناقلينه لي هنا اهو. طبعا احسن حاجه في الخل ان يكون نسبه التركيز بتاعته 5%، هو في منه بيبقى 3%، لكن احنا الاحسن في الخل انه نسبه التركيز كل ما تعلى كل ما يبقى افضل. وعصير الليمون. اوكي هقلب التتبيله الحلوه دي وهبدا كده اتبل بيها البطه، وبعدين تقريبا صفاره الحكم صفارت بانتهاء الشوط الاول، وهنطلع لبريك واستراحه وهنرجع نستكمل بالشوط الثاني. مستنيه حضراتكم. واهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الاستراحه ونبتدي مع الشوط الثاني. انا حطيت جوه هنا من البوكي جرني البصل الجزر، احلى حاجه تحشوها خضار. شوفوا انا مش مع فكره ان احنا نحشي جوه الديك الرومي لا محشي ولا نحشي جوه دي البط حاجات، لانه بيبقى فيه مجموعه سوائل بتبقى لسه السوائل دي والسخونيه ما وصلتش للعظم، فبيبقى لسه استال فيه شويه بكتيريا. احنا مش المفروض نحط حاجات تمتص السوائل دي وناكلها بعد كده، فانا افضل حاجه نحط الخضروات علشان نضمن انها هتدي تيست حلو وطعم جميل وفي نفس الوقت تبقى ممتازه. انا دلوقتي اخذت كل الخليط ده حطيت عليه الخل وطبعا الزيت مليان، وهبدا دلوقتي اقفلها. لسه هحط معاها خضروات تانية مش هسيبها كده، ولسه هيبقى ليها مرحلة تانية بعد ما تاخد التسوية بتاعتها. بسم الله اهو، طبعا لازم تتنقع في التتبيلة دي شوية حلوين على الاقل ساعتين مثلا. هاخد كده وهبدأ اخد من البطاطس دي، خلينا واحدة هنا وهنرمي كام واحدة. عايزة اقول لكم طعمها هيبقى جميل في سوائل البطة اللي هتستوي، وطبعا من الجزر شوية والفلفل الالوان والبصل. كل الخضروات دي هتطلع طعمها جميل طالما هي بره وبتستوي جنب البطه. طيب وطبعا عود القرفه والكرفس، رائع جدا. وادي فصوص الحبهان والمستكه. خلاص طبعا حطيت عود من الزعتر، وبعدين هبدا هقفل كده، وانا لما اجي اقفل هي ليها شريطه كده معاها، المفروض ان الشريطه دي تبقى جوه الاكياس نفسها. انا باخدها اقفل بيها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، خلاص اقفلها كويس. طيب بعد كده في حاجه هعملها، انا لو سبتها كده اول ما هتبدا تسخن وتتفاعل هيبدا ينفجر الكيس ده، فالطبيعي ان انا هعمل كده. هاخد سكينه وهعمل كده، واحده اثنين ثلاثه اربعه، اربع خروم موجودين في الكيس الحراري ده مهم جدا عشان ما ينفجرش. واخدها الفرن عندي بيكون شغال على حراره 200، هبدا ادخلها في الفرن اهو بسم الله، وهسيبها.
البطه دي صغيره ممكن تاخد لها حوالي ساعه الا ربع ساعه على حسب درجه حراره الفرن عندي. وبعدين هقفل وهبدا بعد شويه ما ابدا الاقي السوائل وهي بدات خلاص بالسكينه اجرب كده الاقي انها خلاص، هروح اطلعها افتح بالراحه، هطلع البطه وهدهنها كالاتي. هدهنها بمعلقه اما من العسل الاسود متخفف بميه، معلقه عسل اسود لمعلقتين ثلاثه ميه، او معلقه دبس الرمان على الوش كده مع معلقه عسل ابيض ونقطتين من الزيت النباتي او زيت الزيتون، ونمسح بيها جلد البطه وتدخل تاخد اللون الحلو في الفرن. دي كده البط بطريقه سهله وبسيطه علشان اصدقائنا اللي حابين يعملوا البطه بطريقه بسيطه وسهله. على فكره في اولاد حتى من الشباب او من البنات التين ايجرز اللي بيحبوا يدخلوا المطبخ، بس ممكن يعملوها بطريقه سهله ويعملوا زي دي اي حاجه تانية. طيب انا دلوقتي